امبارح تابعنا مشكلة امتحانات أولى ثانوي، وعرفنا من الوزير دكتور طارق شوقي إن المشكلة مش في النظام التعليمي لكن في اختناقات الاتصالات والإنترنت اللي سببت المشكلة، وده كلام الحقيقة كلام منطقي. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي اطمأن على إجراءات استئناف الترم الجامعي الثاني وانتظام الامتحانات على مستوى الجمهورية، وجه بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلبة. والدكتور طارق شوقي تابع الامتحانات من مدرسة الشهيد محمد وحيد الرسمية لغات، وتفاعل مع طلاب رابعة ابتدائي واتكلم معهم عن الامتحان وسمع رأيهم، وعمل مكالمة تليفون من تليفون اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واتكلم مع الطلبة واطمأن منهم على مستوى الأسئلة وإجاباتهم ولو كان عندهم مشاكل في الامتحان. طبعا في شايفين هاشتاجات شغالة على موضوع الجامعات وعلى تطبيق الإجراءات الاحترازية، مش بس الجامعات عموما لكن جامعة الأزهر كمان. امبارح جامعة الأزهر زي باقي الجامعات بدأت امتحانات الترم، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة النهاردة كان خبر نازل بيقول انه بيتابع لجان الامتحان وانضباط سير العمل والتزام الكليات والطالبات بالإجراءات الاحترازية. واضح اهو الإجراءات الاحترازية في جامعة الأزهر شغالة زي الفل، وبيكلم عن توجيهات إدارة الجامعة في كليات القاهرة والأقاليم كلها اللي اتطبقت على أرض الواقع، واضح انها على أرض الواقع جدا. ده الخبر، يعني الخبر نازل بيقول كده ان رئيس الجامعة اطمن بنفسه على الوضع، بس للأسف ما كانش ده في الفيديو اللي وصل لنا وعرضناه على حضراتكم، والدنيا فوق بعضها وزحام رهيب وتكدس من البنات، ربنا يستر عليهم، ونتمنى يعني ان الدنيا تبقى يعني تعدي في سلام، وان يكون المشهد ده كان امبارح وخلص وما يكررش تاني.